كابتن حسن الحصري المدرب العام لمنتخبنا الوطني. طبعا بعد الفوز النهارده على بولندا الصعود الى المركز الثالث، وبالتالي غدا ان شاء الله هنلتقي ثالث المجموعه الاولى مع رابع المجموعه الثانيه الصين. الحمد لله رب العالمين، الف مبروك عليكم والف مبروك على اسره الكره الطايره كلها على الفوز النهارده. بكره ان شاء الله هنلعب الصين ان شاء الله. يعني انا طبعا عايز اقول لحضرتك المجهود اللي اتعمل النهارده ده، شفتي حضرتك احنا لاعبين تقريبا مباراه مش خمس اشواط ولا خلصت 4-1، احنا لاعبين مباراه يعني كل شوط في قلبي شوطين وفي شوط وصل الشوط 32-30 يعني ده يعني. فبقول ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في الجهاز الطبي بتاعنا ان شاء الله ان احنا هنعمل ريكفري. الدكتور احمد مسعد الوقت مش ضيق، الوقت ضيق بس عندنا جهاز طبي ما شاء الله كفء مجهز اللعيبه، عندنا لعيبه مجهده. ويعني عايز اقول لحضرتك شوفي ما شاء الله اللعيبه عامله ازاي، يعني احمد موس الدكتور احمد مسعد، الدكتور محمد محروز، الكابتن عبد الرحمن مكي، كل دول ادوا ما عليهم وزياده. يمكن عايز اقول لك عبد الرحمن مكي ما بينامش اصلا طول الليل بيجهز في اللعيبه مع الدكاتره مع النهارده لغايه قبل المباراه بساعتين لعيبه، وبتاخد بتعمل ريكفري مع الدكاتره، يعني حاجه منظومه الحمد لله رب العالمين. شفتي النهارده اسره الكره الطايره كلها واقفه ورا التيم النهارده. الماتش تم تعديله الساعة 8 بالليل مش الساعة 12:30 يمكن كابتن هاني فكري قال لنا دلوقتي. اعتقد ده هيكون عندكم وقت كبير. اعتقد ان حضرتك عندك سبق في ان انت عرفتي ميعاد المباراة دي، يعني يمكن قبلية كمان. الحمد لله رب العالمين ان هي اتأجلت شوية علشان يبقى عندنا ريكفري، والكابتن والدكاترة والكابتن عبد الرحمن مكي يعرفوا يعني يشتغلوا شوية. الحمد لله رب العالمين، انا ببارك لكم جدا، ببارك للعيبة. اللعيبة هي اللي أحق إن هي تقف قدام الكاميرات، وهي اللي تعمل أحاديث، وهي طيب لأن هم الأبطال. نسيب التهاني والتحيات وكل حاجة حلوة كابتن كابتن حسن الحصري. قول لي النهاردة قلت لهم إيه قبل المباراة؟ قلنا لهم إن إحنا بنلعب فرقة بطلة عالم، واتكلمنا في الفنيات، قلنا كل واحد علشان نكسب كل واحد لازم يقدم جسمه ودمه. الكلام ده على فكره مش كلام انش، الكلام ده اتقال بالظبط، يعني الكلام ده اتقال حرفيا. واضح ان النهارده كان في روح حلوه قوي، ثقه كبيره، اهتمام بالارسال، اهتمام بالحائط الصد، يعني نقول السلبيات اللي شفناها في المباريات السابقه النهارده الحمد لله. فندم حضرتك المباريات السابقه ما فيهاش سلبيات، المباريات السابقه حضرتك احنا المستوى بيطلع من مباراه لمباراه. بصي حضرتك مباراه كوبا، بصي حضرتك مباراه البرازيل بتلعبي بطله البرازيل البطله. مش معنى اقول سلبيات يا كابتن حسن لحضرتك ان فريقنا وحش، لا انا في كل فريق في سلبيات وايجابيات. طبعاً احنا حضرتك كل ما بنلعب نقط الضعف بنعالجها. ده اللي انا عايز اقوله. بالظبط كده، نقط الضعف بنعالجها كل مباراه من اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. بالتاكيد النهارده رغم فوزنا بس في نقاط ضعف هتتلاشاها بكره. هنعالجها ان شاء الله. لكن اهم حاجه واهم قوه عندنا الجمهور، واهم قوه عندنا وقفكم ورانا، واهم قوه عندنا الروح اللي بيلعب بيها اللعيبه. بكره شايف الماتش ازاي مع الصين؟ فرقه سريعه جدا. شفتها قبل كده؟ طبعا طبعا طبعا، احنا متابعين كل الفرق وعاملين حسابنا واتفرجنا، حتى احنا كان المفروض يا اما هنلاعب ايران يا اما الصين. حطينا يعني اتفرجنا على ايران واتفرجنا على الصين، بس ارجعنا الكلام عنها لغايه ما ننتهي من المباراه المهمه جدا دي. حضرتك احنا بنلعب بولندا بطلة العالم. بالنسبه لك ايهما افضل، المدرسه الله يبارك في حضرتك الاسيويه الصين ولا ايران؟ نلعب مين يعني؟ يعني ايهما كان افضل في دماغك يعني لو كنت تتمنى؟ بصي حضرتك انا اتمنى الجيل ده يفضل يلعب مباريات قويه على طول ان شاء الله، لكن كمكسب يعني وكفرص فوز اتمنى الصين، لان انت شفتي حضرتك ايران ضربت روسيا النهارده، يعني كفرص مكسب اتمنى الصين. لكن كمباريات قويه بقى وتحدي تشالنج وكده كنت اتمنى ايران طبعا، علشان احنا عايزين النتيجه يبقى الصين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا بس ونلعب ان شاء الله باسلوب كويس واللعيبه تلحق ترتاح. لا والجمهور بسم الله ما شاء الله، اتمنى بكره يكون موجود ان شاء الله الجمهور باذن الله. شكرا يا فندم، كتر الف خير.